شوفي يعني في مثل بالكتاب الرب يسوع حكى واحد متدين جدا اللي هو من طبقة الفرسين، واحد عشار يعني جاب الضرائب اللي هو كان منبوذ مكروه من المجتمع، واثنين دخلوا يصلوا في الهيكل. الفريسي اللي هو متدين كتير راح على الصف الأول في الهيكل، وبعدين بلش يصلي: اللهم إني أشكرك لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزنا، وابتدى أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما اقتنيت. يعني ابتدى بيستعرض عضلاته أمام الله وأعماله الحسنة وكل إمكانياته الموجودة عنده. بعدين وين المأساة؟ ولا مثل هذا ولا مثل ذلك العشار، أنا أصوم مرتين، وهكذا. يعني ابتدى يعدد. شو الكتاب بقول؟ شوف يعني التدقيق: خرج ذاك مبررا على الكلمة المقام، يعني حكم عليه الله إنه هذا هو البار مش المتدين، دون ذاك، لأن الله بيكره المتكبر، الله بيكره الشخص المستعلي أمام الله.